بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر جل جلاله وعظم سلطان. ربنا اكفنا شر أعدائك واجعلنا نحن عاديهم بحق يا كريم لتعيننا على قهرهم أجمعين يا سميع يا كريم. أما بعد، السلام عليكم. الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وهذا ينهار كله أنتم في المودة بالرسائل بالفيسبوكات بالاستفيدات بالكونفيدسيونيال اللي الأمور غير منشورة السرية، احنا يد واحدة وحنا جماعة واحدة ضد المخربين المسلحين الإرهابيين. نحن لا نكون إرهابيين إلا حين تكون أنتم البادئين بالعدوان الإرهابي الذي لا يستمد إرهابيته من الله، بل أنتم في عداوة مع الله فأنتم إرهابيات تضركم أنتم لا نحن. لكن من المنطق ومن روح الإسلام في الجهاد في سبيل الله أن الذي يعادينا نعاديه. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وربي يكمل الآية دايما حبيبنا كونه نقص من عداوتنا معكم، لعل البعض منكم يقول لماذا كفوا عن العدوان علينا ولم يواصلوا تأمرهم على مصالحنا. وقت البعض منهم يرجع للشاهد العقل ويدخل الإسلام خفية ويكيد لأعداء الله في عقر ديارهم، وهذا جاري بالعمل منذ زمن طويل. الحمد لله اللي ربي يمكر بالظالمين بما فيهم الكرب والعجم، نسأل الله السلامة.